لقاء جديد مع درس جديد. اليوم راح نتكلم عن توزيع الأرجل للطاولة الدائرية لما تكون الطاولة فيها ثلاث أرجل، وكيفية توزيع الأرجل بشكل متساوي. في البداية نحدد بالضبط نقطة الوسط، أوكي، للدائرة، وهي نقطة الوسط عندنا بالضبط. نأخذ خط واحد، خط، خلينا نوضحكم خط يكون أفضل، لون أسود. نأخذ خط، هذا الخط أول رجل للطاولة طبعا. بعدين بعد ما حددنا أول رجل للطاولة، المنقلة، خط المنقلة ونحطه بالضبط على الخط، ويكون السنتر المنقلة نجد نخليه على الخط متوازي، المنقلة لازم ووسط يعني بالضبط. نحدد الزاوية 120، اللي هاي الزاوية 120. ناخذ خط من الوسط بالضبط، من الوسط بعد ما حددنا الزاوية 120، ناخذ خط من الوسط نفس الشيء، هذا الرجل الثاني. بعد اوضح لكم نفس الشيء بعد. هاي الرجل الحين حددنا الرجل الثاني. نفس الشيء نحرك المنقلة على الخط الرجل الثاني مع السنتر بالضبط مع الوسط، هذا الوسط، وعلى الخط الثاني نفس الشيء. ناخذ الزاوية 120، هاي الزاوية 120، نسوي خط من الوسط. بهاي الطريقة الزاوية 120 حددنا ثلاث أرجل بشكل متساوي بالضبط. بهاي الطريقة حددنا الأرجل الثلاثة، هذا رقم واحد، وهذا رقم اثنين، وعندكم هني رقم ثلاثة، والزاوية كانت هي زاوية 120، 120، وهاي السنتر. وأتمنى أنكم تستفيدون من هذا الدرس البسيط والقصير، وأي استفسار، وأي شخص عنده أي استفسار ممكن يكتب لي كومنت في التعليقات تحت، وإن شاء الله ما راح نبخل عليه وراح نرد عليكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا.